من جهته قال وزير المالية محمد الجدعان إن عام 2021 سيكون عام التعافي الاقتصادي، مشيدا بسرعة ومرورة القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا ودعم الاقتصاد خلال 2020. نتيجة للبرامج التي بدأناها من 4 سنوات تحت رؤية المملكة 2030 حققنا نجاحات كبيرة جدا استعدينا فيها في بداية 2020، مكنت الاقتصاد السعودي من التعامل مع الصدمة بشكل كبير جدا. عدنا توجيه النفقات، كانت الأولوية الأولى هي صحة المواطن وصحة المقيم، لكن أيضا دعمنا وبسرعة الاقتصاد، دعمنا الوظائف المواطنين من خلال مبادرات ساند وغيرها، دعمنا المنشآت الصغيرة والمتوسطة. البنك المركزي السعودي تدخل بشكل كبير جدا في القطاع المالي ووفر السيولة. تمكنت الحكومة من التفاعل بشكل سريع جدا مع الأزمة، اتخذت قرارات حاسمة في البداية، وشكلت لجنة أزمة عليا برئاسة سمو ولي العهد، اتخذت قرارات سريعة جدا لاحتواء الأزمة في البداية ومن ثم لإعادة الأنشطة وفتح الأنشطة بعدما تمت السيطرة عليها. لله الحمد، أعتقد الإنجازات التي تحققت في المملكة نفخر فيها كمواطنين قبل الحكومة. هذا وتطرق الجدعان أيضا في حديثه إلى برنامج ساند الذي أمن وظائف المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبادرات المختلفة التي عززت الاقتصاد. أطلق تعديل، يعني تحدثنا كثيرا عن ديناميكية الحكومة. وزير المالية بصفة رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية رفع اليوم مثلا خلال 48 ساعة كان صدر قرار تعديل نظام، عادة يأخذ التعديل سنة في الإجراءات لأنه الحكومة كانت جاهزة للتعامل مع الأزمة. عدل النظام وتم تطبيق التغطية التأمينية على موظفي القطاع الخاص للمحافظة على وظائفهم. ليس هذا فقط، وإنما أيضا أطلقنا مجموعة كبيرة جدا من حزم التحفيز، 150 مبادرة للتخفيف عن القطاع الخاص، للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الحفاظ على الوظائف، الحفاظ على مكتسبات التنمية، واستعداد القطاع الخاص للعودة إلى النشاط فور انتهاء فترة الإغلاق. شاهدنا الأثر وبوضوح في الربع الثالث وفي الربع الرابع، عاد النشاط الاقتصادي إلى درجة كبيرة جدا ولله الحمد.